السلام عليكم البنات، تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في قناه جلام ديزاد. اليوم جبت لكم موضوع جد مهم، حكينا عليه من قبل، درت لكم اقل فيديو هاي من ثلاثه على الحاجات اللي لازم تولفيهم لراجلك ولا ما لازمش تولفيهم لراجلك في بدايه الزواج. ولكن اليوم راح نحكوا على نقطه واحده برك، نحكوا على حاجه واحده اللي لو كانت تفاديها راح تربحي بزاف، ولو كان ما تفاديهاش، يعني لو كان ما تولفيهالوش راح تتعبي بزاف من بعد، وراح تشكي وراح تبكي وراح تحطي كامل صحتك فيها، واللي هي القضيان. قبل ما نبدأ هذا الفيديو تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، لايك الفيديو هدايا، لايك الفيديو بنات، لايك شو يا لايكات باش تشجعوني على الاقل باش نستمر يوميا. تابعوني في انستغرام دهوة، تلقاوها في صندوق الوصف. شوفوا البنات علاش تطرقت لهذا الموضوع، يعني هدرنا في موضوعات واحد اخرين على شحال من حاجه ما لازمش تولفيها له ولا لازم تولفيها له، ولكن في هذا الموضوع نحكي برك على القضيان، لانه هذا الموضوع بزاف صاري في المجتمع، بزاف ياثر على المراه، وبزاف متعب، وبزاف يقلقني انا شخصيا كي نشوف نساء كنباصين بهذه الحاجه. لومهم هما، فريمون لومهم هما. شوفي الا راكي مخطوبه ولا مازال كامل مزوجتيش، كاين مراهقات تاني تابعوني، فراكي سلكتي. اذا كنتي في بدايه الزواج تاني راكي سلكتي، اذا كنتي قديمه تقدري تسلكي، لانه كل حاجه تصرى بالولف، حتى كي ديري طبايع جدد الواحد يوالفهم بشويه بشويه. القضيان دوكا كي رانا نشوفوا القضيان كيفاش راهو يصرى، الراجل خدام طول سمانه، يجيب سباب طول سمانة، نخدم من نهار لليل، ما عنديش وقت نقضي لك، تخرج انت تقضي. العروسة كي تكون جديدة تقول لك اوكي نخرج انا نشري، ما فيها والو، ميم طون نولف له شوية بلي انا نخرج انا، باسكو كاين بزاف يديروا هاد الحسابات، تقول لك انا نولف له بلي انا نخرج، نولف له بلي انا نشري، نولف له بلي ما تشدنيش في الدار، ولا تقول لك انا مع ناس داري خليني امو نولف لهم بلي انا نخرج انا نقضي عادي. فكل وحدة واش من حومة ساكنة، كاين اللي ما يخرجوش بزاف العرايس، المهم كل وحده بتخممها في الموضوع هذا تاع القضيان. ولكن ديري مليح في بالك باللي لو كان تولفي له القضيان انت تقضيه تخلصيها طول العمر. دوك نجو بالعقل كيفاش راح تخلصيها. الراجل يوالف، هاي المصيبه والراحه، الراجل يوالف. انت تكوني في الديبي حره، ياك يعني حتى لو كنتي ساكنه في دارك وحدك، حتى لو كان حانوت تحت الباطيمه ولا لاصق في دارك، تجيك ساهله مهله، ياك تجيك سهلة تقولي نو ما نروح نقضي، انا راجلي مسكين ماشي لاحق، انا راجلي خدام طول النهار، يجي تعبان في الليل، ما يجيبليش القضيان، ما نلقاش باش نطيب، الى اخره. تقولي نعاونو عادي، اكيد الراجل لازم تعاونيه، لانه نتوما شركاء في الدار هذيك، راكو شركة في الحياة تاعكم، دونك لازم تعاونيه، مي تعاونيه في الحاجات اللي هو ما يقدر لهمش، لان القضيان دير مليح في بالك الراجل قادر له، ما عدا الراجل اللي خدام ممكن زعما في ولايه اخرى، ولا هذا اللي ساكن بعيد عليك، ولا ما كاش وكاع ما كاش قدامك، هذا تقدري صح تعاوني وتخرجي انت تقضي. ولكن الراجل مهما كان خدام، مهما كان يجي متاخر في الليل، هو اللي يقضي. كيفاش يقضي دوك نحكوا عليها، ولكن خلونا نشوفوا قبل الموضوع هذا علاش حساس. دوكا كي تخرجي تشري تصيبي النساء عند المصدر يديروا الداله، تصيبي النساء في المارشي هما اكثر من الرجال، يعني وين تروحي تصيبي النساء هما اللي يقضوا في المارشيات ويرفدوا قفف، يعني للاسف تصيبيهم كبار في اللاج. هذه اللي تريب، هذه اللي حابه نلحقك ليها، كبار في اللاج 60 سنه 65 سنه مازالها ترفض قضيان تاع لي جان، وتطلعوا خاصة إلا كانت تطلع الدروج، تطلعوا وعادي وعايشة حياتها هكاك، لأنه ما كان حتى واحد يقضي لها. مثلا هي خلاص هي كملت ولفت لراجلها، دوكا كي كبرت وكبر ولادها تقول لك ولادي يقرا، ولادي خدام، ما كانش لي يقضي لي، إلى آخره، أنا اللي نقضي. ما زوجش تلحقي اختي لهذه المرحلة. شوفي لازم من البداية تولفي لراجلك باللي انتي ما تقضيش، انتي ما تشريش، القضيان على الراجل، مهمة تاعو، انتي مهمتك وشنو؟ مهمتك تقعدي في الدار، هذا اللي ما كنتش خدامه ولا تقراي، تقعدي في الدار، تجيبي دراري تربيهم، عندك شغل تاع الدار، المسيح، طياب، الى اخره، هذا كمان على كتافك، ولكن القضيان عليه هو. مهما يكون القضيان على الراجل، لازم تفهميها هذا الشيء وتفهميها لراجلك في فتره الخطوبه ولا فتره بدايه الزواج، لازم تفهميه بلي انا ما نخرجش نشري، انا خاطني شريان، انا نكره شريان، كي تحبي تخرجي تنفسي، خرجي، شوفي في العكري هكا، في لك حل، مشيتي تشري خبز.
تمشيش الخبز، خبز على الراجل تاني، خبز الحليب على الراجل. نتوما نقولكم كيفاش يشريهم الراجل. لكن الراجل يجي في وقته مثلا على الربعة ولا عادي، كاين اللي يصيب كامل قضيان قدامه ويقضي لك ويجيب لك. اذا ما كانش يقدر يعني يدخل روطار، يدخل متاخر، يدخل ما عندوش الوقت، ما يلقى لا خبز لا حليب لا حتى حاجه، كاين كامل الحلول حبيبتي. يقضي في السمانه قضيان تاع الخضره، قضيان تاع البلاكاخ يعني الفارينه السميد السكر هادو ما الى اخره. يقعد الخبز الحليب، الخبز دائما يشريه وهو في الخدمة على 12 على 11 يشري يخليه عنده، ومن بعد يكون جاي يجيبه لك العشية. حتى إذا دخل في الليل يا سيدي تاكليه غدوة. إذا ما كنتيش قاع تحبي ما صرتيش قاع حل مع الخبز تقدري تشري الخبز، ولو أني ضد فكرة أنك تشري الخبز، لأنك تقعد حياتك قاع تشري الخبز. ومن بعد دوك نلحقوا لواحد النقطة، شوفي شحال صعيب شريان تاع الخبز. يعني الحليب يشريه صباح يخليه عند الحانوت، ولا يدير معرفه عند لاليمونتاسيون اللي قدامه في الخدمه يخليه عنده. شوفي الراجل يصيب الحلول، كوني مهنيه، الراجل عنده الحلول تاع القضيان يقضيهم. تحبي تقضي في الشهر كامل قضيان تاع الشهر وتقعد لك الخضره غير كل سمانه تشري خضره، تحبي تقضي كل سمانه تشري كامل واش عندك في الدار على حساب انت لا ليست تاع الطياب تاعك وتاع الخضره واش تحبي. المهم القضيان على الراجل في الويكاند، هذا تهنينا منه. دونك صبنا الحلول كيفاش يقضي الراجل باش ما يجيبلكش كامل السبطه. دوكا نجو نفهموا علاش لازم الراجل يقضي، علاش ما لازمش انت تقضي. كما قلت لك في البدايه تجيك سهله بزاف، لانك كي وحدك في الدار تحبي تشمي الهواء، تحبي تخرجي الى اخره. من بعد نحكو من بعد، لانه حنا ماناش حابين نلحقوا لوين هذيك العجوزه مسكينه هي اللي تقضي، لا راجلها يقضي ولا ولادها يقضوا. هنا لازم نعاودو نولو في الزمن الوقت اللي رانا فيه حنايا دوكا. حنا الى عيشنا ربي ونكبروا لازم نهضروا على دوكا هكذا. دونك دوكا كما قلت راكي الاز، من بعد اون فوا يجيك بيبي، تبعي معايا مليح، يجيك بيبي تولي لا تيغير به، تولي ما عندكش القوه والطاقه هذوك الشهور الاولانيين، وهو ما ينتحطش وحده البيبي في الدار ابدا. هنا كيفاش تخرجي تشري؟ كيفاش تخرجي تشري؟ خلينا كملتي البيبي وكبر شويه وليتي تقدري تخرجي. خلاص البيبي راهو كبر شويه، ممكن راهو عامين ثلاثه، اوكي تخرجي تشري يجيك بيبي واحد اخر هكذا. تزيدي لا ميم سوفرونس هذيك وتي عيانه، واحد يجري واحد تقدري ما تخليهمش كيف في الدار، تخافي عليهم، تعشي تدي معاك واحد وتخلي دوزيام، واحد ممكن شتاء البرد لازم تلبسي له يخرج يمرض، تولي في تغنجيقه انت في غنى عنها الان في الديبي راكي في غنى عنها. ومن بعد يولي ولادك يقراو، تديهم يقراو ولا تخرجي تقضي على 10 ولا 10 تروحي تجيبي وليدك ولا 10 واش ديري على 9، يعني تولي حياتك كاع مخلطه على جال القضيان. في تعود انت راكي الاس في الدار، عندك غير تنوضي هكا الصباح ما تضيعيش كامل وقتك، تعرفي اصلا واش حاطي على حساب البروغرام اللي دايراتو، عندك كامل المواد المنزليه اللي تسحقيهم، مواد تاع الاكل توجدي الاكله تاعك هذيك، ولادك يجوا من المسيد ولا تروحي تجيبيهم عادي، يعني تخرجي مره زوج ثلاثه، ماشي تدخل رايحه جايه رايحه جايه ومن بعد تقولي بلي انا نهاري مانيش نستغلو، انا ماهوش يقعد لي الوقت، انا ناهيك على القضيان شحال يعيي شحال يتعب. ممكن راكي خصاتك لاليفيغ تخرجي، ممكن خصاتك السمنت، خصاتك الطوماطيش، خصاتك هذه طالعه حاطه، خاصه الناس تسكنوا في الباطيمه طالعه حاطه تلبسي حجابك تنحي، يعني تعياي من والو، تعياي تموتي ويروح نهارك وخلاص. فاذا قلت لك لازم تولفي راجلك هو يقضي، واذا حبيتي تخرجي تشمي الهواء روحي خرجي سيدي شيفي في العكري عاودي ولي للدار. ممكن الحاله الوحيده اللي تقدري واللي لازم عليك انك تخرجي تشري وكتاش كي تبداي طيبي وتصبي حاجه خاصتك لا ليفور، تكوني ديري بسكوت خاصتك لا ليفور، نسيتي مثلا باش تقولي له البارح يشيل لك شي دار الى اخره. فهنا تقدري تخرجي تشري، ولكن اياكي تولفي لراجلك يشري انت تشري. شوفي كاين رجال كل راجل كيفاه، كاين رجال شافوا يماهم هي اللي تقضي، دونك شغل كي يتزوج معاك دايره في بالها تي تقضي، هنا هذا اللي عندك خدمه معاه. اما هذاك اللي كان في عند ماليه باباه هو اللي يقضي ولا الاولاد هما اللي يقضوا، هذا ساهل ما عندكش مشكل معاه. كاين اللي رجال واحد اخرين محرمين على نساهم يخرجوا يقضوا بسبب الحومه اللي عايشين فيها، يقول لك نحشم انا مرتي تخرج قدام صحابي ولا قدام الجيران تخرج، هذاك ما نحكوش عليه لانه هذاك عقليه مختلفه.
وسلكتي معاه، سلكتي لانك هناك من القضيه يعني. ولكن نحكو على الراجل اللي موالف يماه تشري، هنا راح تصيبني شويه تكرر معاه في الديبي، راح شغل كي تقولي له ما حاش ما ماشي انا اللي نقضي انت اللي تقضي، شغل تيلمون تجيه بيزاغ كو ما يامنكش، نقول لك باكا باكا ما تمسخري، كي خصك الخبز تجوعي تروحي تجري تشري. انت هنا وين تخليه يامن باللي صح انت ما تخرجيش تشري. يا لو كنت قاعدي للشهر، خاصه انك كنتي وحدك يعني ما عندكش دراري ما عندكش عجوزه الى اخره، كنتي وحدك خلي اليوم ما عنديش الخبز ما ناكلش الخبز، حتى كي يجي هو يجيب لي الخبز بشويه بشويه. واش قلنا؟ الراجل يوالف، يوالف باللي انت ما كيش تعقضيا هنا، يروح يتحمل كامل مسؤوليه القضيان عليه ويصيب الحلول ويدير الحلول للخبز للحليب للخضره كاع القضيان هكذا. وما تجيبيش سبه تقولي ما عنديش واش نطيب، كوني شاطره ديري البروغرام تاعك في السمانه، اليوم نطيب هذه غدوه هذه اثنين هذه ثلاثه هذه، على بالك كاع هاد هاد الطيابات واش عندهم لوازم، هذوك اللوازم تقضيهم بالويكاند اللي يسبق هاد السمانه، تعطي له لاديس يروح يقضي ولا تروحي انت تقضي معاه. الا ما بارفوا الراجل في الديبي تاع الزواج ما يعرفش يقضي، الا كان شي موالف يقضي ما يعرفش يقضي، دونك انت تروحي معاه تولفيه كيفاش تقضي، تولفيه الحاجات اللي تحبيهم لي مارك اللي تحبيهم تاع العجين تاع الفارينة الى اخره. هنا بشويه بشويه شهرين ثلاثه اربعه راح يتعود يولي مسؤول، يعني يهنيك من هذا الموضوع اللي فريمون يتعب ويغيض هذوك النساء اللي كبار في اللاج وهما يقضوا لانه رجالهم خدامين ولادهم يقراو، فريمون يقطعوا القلب يقطعوا القلب. انا شخصيا كي نشوفهم نتنرفا نتنرفا على الاهل تاعها على الرجال اللي راهم في لونتوغاج تاعها، سوف سي كيما قلت لكم اذا كان الراجل غايب تماما يخدم بعيد يخدم برا البلاد، هنا ما نهضروش على هاد الشاذ يؤخذ ولا يقاس عليه. هذا واش حبيت نقول لكم. دونك البنات نوصي ونعاود نوصي ونعاود هاد النقطه تبان لكم تلمون بات ما ديروهاش كاع حسابات، بصح هي من بعد كي تكثروا عليك الدراري والشغل والشيخ والعجوزه بالك كي معاهم ولا كي عند دار الغاشي ولازم تخمي في الطيار وتنوضي صباح ربي تروحي تشري، البرد الشتاء سخان عندك بيبي عندك دراري واحد اخرين، تولي عايشه لا بريسيون بسبب بسبتك انتيا هكذا. دونك ولفي لراجلك، حاجه اخرى ثاني تولفيها لراجلك من غير القضيان، حاشاكم لا بوبال ياك زبل حاشاكم، شكون يديه؟ عاش تديه المراه يديه الراجل. هنا بعد ما كاش لا مجال للنقاش هكا، ما تخليش روحك ولا نهار في حياتك تخرجي تدي لا بوبال. علاه؟ باسكو راجلك يخرج كل يوم صباح هكا، يكون رايح للخدمه يخرج كل يوم يرفد داك الساشي ويحطو في لا بوبال، كل الحومات عندهم قدامهم بوبال، دونك يحطو في لا بوبال ويروح للخدمه تاعو. بالك تولفي له تقضي ولا تولفي له تدي لا بوبال. هاد زوج حاجات تاع الرجال ما نهضروش كامل عليهم ما نناقشوش فيهم، هاد زوج حاجات تاع الرجال، انت عندك خدمتك وعنده خدمته، كي نتعاونوا تعاونوا في الحاجات اللي مثلا نعطيكم مثال كيفاش تقدري تعاوني راجلك في هذا الموضوع تاع الشرية تاع القضيان. هو خدام، كاين حاجه اذا كان راجلك مثلا ما عندوش عطله نهايه الاسبوع، مثلا عنده غير الجمعه السبت ما عندوش، الجمعه كلش مغلق صح ولا لا؟ لا يعني وين تروحي البلديه البوستا كامل كلش مغلق، ف اذا كان خدام بالسبت انت واش ديري؟ هنا تقدري تتحملي مسؤوليه الفواتير تريسيتي الماء الانترنت التليفون الكرا، هادو تقدري انت تخلصيهم اذا صح كان راجلك ماشي قادر يخلصهم، باسكو ديورون لا سيمان امبوسيبل انو تصبح ربي ديريكت الخدمه كلش مغلوق، انو يجي العشيه كلش مغلوق، دونك تقعد له الجمعه والسبت الجمعه يريح فيها وكلش مغلوق اصلا، والسبت اذا كان خدام عاونيه، اذا كان ماشي خدام اياكي اياكي هو اللي يروح يخلص. شوفوا البنات هذا الشيء ماشي داخل في المعاونه بين الرجل والمراه، هذا الشيء داخل في الشركه. واش معناتها الشركه؟ شركه في الحياه صافادير، انا عندي مسؤوليات وانت عندك مسؤوليات وكل واحد يلتزم بمسؤولياته باش نقدروا نعيشوا حياتنا مهنيين، باش نقدروا نعيشوا حياتنا وكل واحد يعني يؤدي واجباته على اتم معنى الكلمه هكذا. ما هو ما يدخلش معاك في صراعات وانت ما تقعديش تحملي فيه المسؤوليه، وانت ماكش راجل وانت ما تقضيش كيما رجال، وانا النهار كان وانا خارجه برا علاه تلحق لهاد لي ديسبيوت حتى وين تجرحيه؟ لا لا في الديبي خدميه مليح في الديبي ولفي له باللي حاجه تاعك تاعك حاجه تاعي تاعي هكا عندك مره على مره ما عليش خرجي تشري مره على مره حتى وين يقول لك يا خرجت اليوم تشري ولا نستعرف بك هكذا.
يعني مره على مره ما ديرهاش اون روتين. حاجه القاتله اللي تقتل لك سواتك هي لا روتين، خاصه في الامور اللي ما يهموكش انت ما يخصوكش، يعني حاجات تاع مسؤوليه الراجل. ان شاء الله نكون لحقت لكم واش كاين في قلبي، لانه هذا الموضوع جد مهم والناس تغفل عليه، خاصة بداية الزواج تكوني آلاس كما قلت لكم. وكاين بنات يحبوا يخرجوا، كاين بنات موالفين في ديورهم هما اللي يقضيوا، بنات عندك مسؤولية عظيمة راهي جاية ان شاء الله ربي يصدقك بدراري وتعمر الدار عليك، هذيك المسؤولية عظيمة، دونك ديري لها حساباتها من الديبي، ما تخليش روحك تمرمدي ومن بعد تقولي علاه. فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، تهلاو في روحكم، تلقاو في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.